امي وابويا اللي علموني فرنساوي. انزين طيب ايش الموضوع بالضبط وليش توجهت للكاميرا وتقول هالكلمه؟ عشان مش امي بعتت لي كلمه. ايه مش امي بعتت لي كلمه. اوكي فحق عليا ان انا ابعت لامي كلمه. امي بتتكلم فرنساوي، هي خريجه الليسي وتعلمها فرنساوي. إيه؟ وانا ما اتعلمتش فرنساوي، بس انا فهمت الفرنساوي سماعي من ابويا وامي. فبقول لامي وحشتيني يا امي ابراهيم لابلان فوالا تو كومبرون. بقول لها شايفه ماما ابراهيم الابيض في السينما مش في الشارع بقى وكده، مش ما بنعملش كده، احنا بنعمل عادي. قصه ابراهيم الابيض رفعت قضيه عليك؟ في رفع عليك قضيه في الموفي؟ اه ناس قالت ان الفيلم قصه حقيقيه ومش عارف ايه وحاجات ويعني ايه، وقالت انه في شخصيه حقيقيه اسمها ابراهيم الابيض. انا ما اعرفش. ورفع عليك قضيه؟ لا ما رفعوش عليا انا قضيه، رفعوا على الشركه المنتجه وعلى السكريبت رايتر على الكاتب السيناريو. رفعوا قضيه انه انتم غيرتوا في النهايات، يعني هي المشكله كانت بس في نهايات لا طبعا هي قصه مستوحاه من الواقع ومن وحي خيال السيناريست عباس ابو الحسن. نعم. وبعد كده يبدو ان ابراهيم الابيض احنا عملنا ريسيرش على السجلات المدنيه وقعد معاه 5 سنين وكان مصر انه يعمله. اللقب ده موجود. انا كان في زميل لينا الله يرحمه معانا في الاكاديميه، كان ممثل رحمه الله عليه، كان اسمه ابراهيم الابيض. فهو مش ابراهيم يعني ربنا ما خلقش ابراهيم الابيض واحد يعني. ايه يعني هو بس مجرد تشابه في الاسامي يعني. كان مجرد السيناريو بتاع الفيلم ده ظل وياك حوالي مثلا كم سنه؟ 9 سنين. انت كنت مصمم ان انت تسويه؟ مبسوط انك سويته؟ اه لما يبقى عندك حلم وبتحققيه ده بيبقى في نوع من انواع الحمد لله الرضا يعني. انت اتظلمت في الفيلم ده؟ حاسس انك اتظلمت؟ انت حاسس انك اتظلمت في هالفيلم؟ لا اتظلمت من يعني جايز من ردود الافعال النقاد، ولكن يعني مش عايز اوصلها لدرجه الظلم، لان كلمه ظلم دي كلمه كبيره جدا. فالواحد لما يمكن انا كنت استخدمتها قبل كده يعني، انا بأقر وبعترف قدامي دلوقتي انا استخدمت كلمه ظلم لما كتب عليا كيف ابراهيم الابيض اراء ومعاينه.